هنروح لكره الطائره. شباب 19 سنه بيفوز ببطوله الجمهوريه، دائما الاخبار الجيده بيكون الكره الطائره طرف فيها. فريق شباب الكره الطائره بالنادي الاهلي تحت 19 سنه بقياده المدير الفني الكوف ابن نادي الاهلي حسام شعراوي توج امبارح بطوله الجمهوريه بعد فوزه على نادي سموحه 3-0. الفرقه كسبت الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا في البطوله في الادوار النهائيه، كسبوا الزمالك 3-0، الصيد 3-0، سموحه 3-0، يعني كل ماتشاتنا كسبناها 3-0، وده ان دل فبيدل على مستقبل الكره الطائره يعني مطمئن جدا والمبهر، واللي احنا الحقيقه ما عندناش ادنى شك ان الكره الطائره سنين وسنين جايه هتفضل تحافظ على ريادتها المصريه والافريقيه والعالميه. كاميرا الابطال عمل التقرير مع ابطالنا وسجلنا مع بعض اللاعبين والجهاز الفني، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني.